من بعيد لا تكشف قرية العلينة بمحافظة إدلب عن وجهها الحقيقي. تشي المشاهد كلما اقتربت بأن هدوءها يخفي وراءه الكثير. على طول الحدود السورية التركية يمشط أفراد الجيش الحر هذه التلال وما بعدها لإحكام قبضته على البلدة. وين أنت؟ هلا رايحين على قرية العلاني. على العليني عند حاجز الجيش محل ما مشتبك الجيش الحر والجيش النظامي. ما إن تصل كتيبة يوسف العظمة إلى هذه النقطة حتى تبدأ معركة ضارية مع الجيش النظامي. تقول المعارضة المسلحة إنها ترمي بكامل ثقلها لمحاولة السيطرة على مخيم عسكري في الجوار يتحصن به 150 عسكرياً لإجبارهم على رفع الراية البيضاء. 4 أيام بلياليها لا يتوقف صوت الرصاص، والواضح على الأقل أن لدى الفريقين ما يكفي من الذخيرة لقول كلمة الفصل. عم نضرب جيش الأسدي بنحرر بلدة العلاني، لواء يوسف العظمة، مجموعة أبو حسن زيدان وأبو طلحة. الله يسر جايينك على الدقية وعلى الشام يا بشار الأسد. لا تنبئ هذه النبرة بالاحتكام إلى هدنة عيد ولا إلى تأجيل المعارك ولو إلى حين. يسابق الجيش الحر الزمن من أجل بسط سيطرته على قرية العلينة، لكن طريق المعركة على الأرجح قد يطول.